بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونشكره على توفيقه لهذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الجمعة الثاني من شهر ربيع الآخر لعام 1433 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك لاستكمال سلسلة الدروس العلمية في شرح غاية المراد للإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. يقول الإمام رحمه الله: الحمد لله منشئ الكائنات على ما شاءها، وبلا مثل هناك خلا. وقد تقدم ذكر البسملة وبيان شيء من معناها وأحكامها في الدرسين الماضيين، ويأتي بعد البسملة الحمد لله، أي قول الحمد لله. وهذا الفعل اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله عز وجل ابتدأ كتابه في سورة الفاتحة المعروفة أيضا بالحمد أو الحمد لله رب العالمين، ابتدأها بالبسملة، ثم أتى بعد البسملة بقوله الحمد لله رب العالمين. وهذا الأمر مشروع، لا حرج فيه، وإن كان بعض أهل العلم استدل لمشروعيته ببعض الروايات التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يروى عنه أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذه الرواية وغيرها مما ورد فيه ذكر بسم الله أو ذكر الله هي ضعيفة عند المحققين من العلماء، وإن كان هناك تفاوت في بعضها، أي في الحكم عليها من حيث الضعف، حتى أن بعض ألفاظها أو أسانيدها يحكم عليها بالوضع والبطلان، إلا أن بعض أهل العلم يقول بالقول بثبوتها، على اختلاف هذا الثبوت هل هو حسن أم صحيح. واضطر لأجل ذلك للجمع بين هذه الروايات، ففي بعضها مشروعية الابتداء بالبسملة، وفي بعضها مشروعية الابتداء بالحمدلة. ومن طرق الجمع التي ذكروها أن الابتداء نوعان: حقيقي وإضافي. والحقيقي ما لم يسبق بشيء في فاتحة الكلام، أما الإضافي فهو بالنظر إلى ما يليه هو ابتداء،
سبق أو لم يسبق بشيء. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي لأنها لم تسبق بشيء، وهي أيضا إضافي، أي ابتداء إضافي. أما الابتداء بالحمدلة فهو ابتداء إضافي فحسب، فبينهما عموم وخصوص مطلق، أي كل حمد حق أي كل ابتداء حقيقي هو إضافي لا العكس. وعلى كل حال صيغة الحمد لله وردت في كتاب الله تعالى كما في سورة الفاتحة وفي افتتاح سور متعددة أيضا، كسورة الكهف وفاطر وغيرها، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذا اللفظ أي الحمد لله جملة اسمية، وورد بلفظ نحمد الله، أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ورد الجمع بينهما. ومعلوم أن الجملة الإسمية تفيد الثبات والدوام، والجملة الفعلية التي فعلها مضارع تفيد التجدد والاستمرار. وهذا اللفظ وإن كان خبريا فهو في معناه خبري أيضا عند طائفة من أهل العلم، وعند آخرين هو خبر يراد به الإنشاء، أي احمد الله على هذا النحو. وهذا طبعا إذا كان قد ورد في دليل شرعي. وبالنسبة للعبد إنما هو ممتثل لأمر الله عز وجل بالأمر بحمده. وهو اعتراف من هذا العبد لربه سبحانه وتعالى بالفضل، وهذا ما يومئ إليه معنى الحمد. وقد ذكر أهل العلم أقوالا كثيرة في بيان معنى الحمد من حيث اللغة، فمن جملة ما قيل بأن الحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل، وبعض أهل العلم قال هو الكلام بالجميل على الجميل، وهناك من أهل العلم من أضاف أشياء أخرى، فأضاف وصف الاختياري على هذا الجميل، أي الثناء باللسان على الجميل الاختياري، أو الكلام بالجميل على الجميل الاختياري. ومنهم من أضاف قوله على جهة التبجيل والتعظيم، ومنهم من أضاف قوله سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. فأول هذا القول الثناء باللسان، فالثناء هو الذكر بخير، ولكن الذين قالوا بدلا من الثناء الكلام أرادوا بقولهم ذلك أن يشمل التعريف حمد الله تعالى، فإن حمد الله تعالى لنفسه أو حمده لأوليائه قديم
على قول من جعل الرضا صفة ذاتية ولا يكون باللسان، لأنه صفة قديمة لله عز وجل، والمولى تعالى منزه عن صفات الأجسام، كما أن هذه الصفة ليست حادثة لأنها ليست بفعل. وأضافوا بأن الحمد يكون أيضا من العبد لربه سبحانه وتعالى، وعلى هذا فالحمد عند هؤلاء أربعة أنواع: حمد قديم لقديم، وحمد قديم لحادث، أي حمد الله تعالى لذاته، وحمد الله تعالى لخلقه من أوليائه وأصفيائه، وكذلك هناك حمد حادث لقديم، وهو حمد الخلق لربهم ومولاهم سبحانه وتعالى، وحمد حادث لحادث أي حمد الخلق لبعضهم البعض. والحمد على هذا قد يفهم منه اتفاقه مع المدح، وهذا قول لبعض أهل العلم، فقد ذهب إليه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، ونسبه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن المشهور خلاف ذلك. لا، هذا الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وليس ابن جرير الطبري هنا، وإنما ذهب إليه الزمخشري حسب ما يوحي إليه كلامه من التآخي بين الكلمتين من حيث تركيب الحروف، وإن اختلف الترتيب، وذلك يومئ إلى اتفاقهما في المعنى، كما يقول العرب في الجبذ والجذب هما بمعنى، فكذلك عند هذا الفريق من أهل العلم الحمد والمدح لهما معنى واحد، إلا أن المشهور اختلافهما في المعنى أيضا، وإن اتفقت حروف كلماتهما مع اختلافهما في الترتيب. وذكر الإمام السالمي رحمه الله تعالى خمسة فروق بينهما حسب ما ذكر غيره من أهل العلم في معارج الآمال، ولا حاجة للإطالة في ذلك، فإن الولوج إلى هذا الأمر قد يطيل الكلام. وقولهم في التعريف: الثناء باللسان يدل على أن مورد الحمد هو اللسان فقط، أي أن الحمد لا يكون إلا باللسان، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن الحمد يكون باللسان وبغيره في اللغة أيضا، بخلاف ما سيأتي في العرف. وهذا يؤذن بالفرق، أي على القول الأول
بين الحمد والشكر. فالشكر هو فعل، أي من حيث اللغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على جهة التبجيل والتعظيم. فيتبين هنا يعني، ثم قالوا سواء كان اعتقادا بالجنان أو نطقا باللسان أو عملا بالأركان، فهذا يدل على أن الشكر أعم موردا من الحمد، لأنه يكون بالاعتقاد بالجنان، اعتقادا بفضل المشكور وحبا له، ويكون باليد أو بالجوارح خدمة له، ويكون باللسان ثناء عليه، بينما الحمد يكون باللسان وحده. ثم إنهما يختلفان، أي الحمد والشكر، من جهة أخرى، وهو من حيث المتعلق. فالحمد كما تقدم في التعريف لا يختص بالنعمة، أي سواء كان مقابل نعمة أو لم يكن مقابل نعمة. أما بالنسبة للشكر فلا يكون إلا في مقابل نعمة. وعلى هذا فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالحمد بالنسبة إلى الشكر أخص موردا وأعم متعلقا، وأما الشكر بالنسبة للحمد هو أعم موردا وأخص متعلقا. والإشارة إلى هذا عند قولهم في التعريف، أي تعريف الحمد، هو الثناء باللسان على الجميل، على الجميل أي لأجل الجميل. فإن هذا الجميل قد يكون صفة ذاتية في هذا المحمود، وقد يكون صفة فعلية وصل أثرها إلى هذا الحامد. فالحامد يحمد المحمود على صفته الذاتية، وكذلك على إحسانه الذي أسداه إلى هذا الحامد. وقولهم بعد ذلك هو نوع بيان، سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. والفضائل جمع فضيلة، والفواضل جمع فاضلة، والفرق بينهما أن الفضيلة صفة نفسية لا يتعدى أثرها إلى غيرها. وعلى هذا تحمل الصفات الذاتية لله عز وجل. والفواضل أو الفضيلة التي هي المفرد صفة يتعدى أثرها إلى غيرها، هي سجية
أو مزية يتعدى أثرها إلى غيرها من الإحسان والفضل. فيقال مثلا الكرم فضيلة، ولكن الإحسان أو الإنعام على الغير فاضلة، لأن الإحسان والإنعام يتضمن إيصال الخير إلى الغير، وكذلك مثلا الشجاعة فضيلة، بينما إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم فاضلة، لأنه وصل أثرها إلى غيرها. ولكن العلاقة بينهما أن الفضائل هي منشأ للفواضل، وعلى هذا ندخل في مبحث آخر ذكره بعض أهل العلم في هذا المقام، وهو أن بعض أهل العلم ذهب إلى تعريف الحمد بذكر وصف الاختيار في الجميل، فقال الثناء باللسان على الجميل الاختياري، ولذا قال هؤلاء بأن الله تعالى لا يحمد على صفاته الذاتية، لكن آخرين ذهبوا إلى خلاف ذلك، وهذا هو الذي يدل عليه الدليل، فإن الله تعالى يحمد على صفاته الذاتية. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فوحدانية الله عز وجل وعدم نسبة الولد إليه هذه من الصفات الذاتية، فكيف يقال بعد ذلك بأن الله تعالى لا يحمد على صفاته الذاتية؟ ولكن هؤلاء اختلفوا في التعامل مع وصف الاختيار، فمنهم من قال، وهو صنيع القطب رحمه الله تعالى في التيسير، بأن الأولى أن يقال، أو ذهب إلى أن صفات الله عز وجل لا توصف بكونها اختيارية أو اضطرارية، ولذلك لا تدخل في هذا التعريف أصلا. وذهب أيضا إلى أن الأولى أن يقال الثناء باللسان على الجميل ليس بالاضطراري. على كل حال وصف الجميل بأنه ليس اضطراريا بهذا التعبير أورده الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى في معارج الآمال، بينما أورده شيخنا العلامة الخليلي في جواهر التفسير بقوله غير الاضطراري، أي نقلا عن القطب. وبهذا يتجنب الإشارة إلى وصف صفات الله تعالى بالاختيار، لأن هذا أمر يومئ بالحدوث أو إمكان عدم اتصاف الله تعالى بصفات الكمال كالسمع والبصر والإرادة والحياة، وهذا مستحيل على الله عز وجل. وكذا أيضا
لا توصف صفات الله تعالى بأنها اضطرارية، لأن المضطر مغلوب مقهور، وحاشا لله أن يتصف بذلك. فحين يقال على الجميل غير الاضطراري يكون الثناء على الله عز وجل على صفاته، لأنها ليست مضطرا إليها، أي بالنظر إلى ذاته سبحانه، وكذا أيضا بالمعنى هي ليست اختيارية. وبعض أهل العلم ذهب، وهو السيد الجرجاني في تعليقاته على الكشاف، إلى أن هذه الصفات هي منشأ للاختيارات، أي أن التعريف ولو كان بهذا اللفظ لكن قد يؤول بأنه على الجميل الاختياري، أي سواء كان هذا الجميل اختياريا أو منشأ للاختيارات. وبهذا عبر أبو السعود تبعا للجرجاني، على الجميل اختياريا كان أو منشأ له أو أصلا له أو نحو ذلك. وذهب الإمام السالمي رحمه الله تعالى إلى أن قولهم في التعريف على جهة التبجيل والتعظيم يخرج منه الذم، أي على اعتبار أن الذم قد يكون ثناء في أصل اللغة حين يقال أثنى عليه شرا، لكن حين يكون هذا الأمر مدحا أو يكون حمدا، حين يكون حمدا لابد أن يكون على جهة التبجيل والتعظيم. أما إذا قصد به صاحبه الذم فهو بخلاف ذلك، إنما يقصد به السخرية والاستهزاء أو التهكم، كما في قول الملائكة لأهل النار ذق إن لبعضهم ذق إنك أنت العزيز الكريم. والحمد العرفي هو بمعنى الشكر اللغوي كما تقدم، بإبدال كلمة شكر أو الشاكر يبدل بها كلمة الحامد، فيكون تعريف الحمد هو فعل ينبئ عن تعظيم المحمود. وشيخنا الخليلي في كلامه في جواهر التفسير ما يدل على أنه يستغرب أو يقول لا أعلم حجة هؤلاء الذين جعلوا الحمد العرفي أعم من الحمد اللغوي، لأن الحمد العرفي إن كان بمعنى الشكر اللغوي، والشكر اللغوي من حيث المورد يكون اعتقادا بالجنان وقولا باللسان وعملا بالجوارح،
فالحمد العرفي أي الاصطلاحي يكون على هذا النحو. وكأنه يشير إلى أن الحمد الاصطلاحي أو العرفي ينبغي أن يكون أيضاً باللسان، أي بمعنى إن كان من العبد مثلاً لله عز وجل هو الثناء على الله عز وجل، إلا أنه في شرحه لغاية المراد ذكر على سبيل الجزم أن الحمد العرفي هو بمعنى الشكر اللغوي، ولعله راعى في ذلك الاختصار حيث لم يشر إلى هذا المبحث، أو أنه تبين له حجة أولئك القائلين بذلك لأن شرح الغاية متأخر على جواهر التفسير. وعلى كل حال ذكر بعض العلماء على أنه لا يتصور في الحمد المأمور به شرعا أن يقتصر على ذكر اللسان دون أن يكون مشمولا أو مصاحبا باعتقاد الجنان من الإيقان بالجميل في هذا المحمود وحبه على إحسانه والاعتراف له بذلك مع طاعته بالجوارح والقيام بخدمته. إلا أنه اعترض على هذا بأن هذين العنصرين لا يدخلان في جوهر الحمد، وإنما هما شرطان له. وعلى كل حال هنا يأتي مبحث اتفاق الحمد والشكر، أو مبحث اتفاق الحمد والشكر، حيث جعلهما بعض العلماء شيئا واحدا. وحين فسر الشكر العرفي قال هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه في طاعته، وبعضهم يقول صرف النعمة فيما خلقت من أجله، وهو معنى قول بعضهم أيضا ألا تعصي بما أنعم الله، ألا تعصي الله بما أنعم به عليك. ولكن كما قلت هناك جدل كبير بين أهل العلم في هذا الأمر من حيث العموم والخصوص، وذهب ابن جرير الطبري إلى أنهما بمعنى واحد، ونقل ذلك عن ابن عباس، ولكن تعقب من قبل طائفة من أهل العلم كالقرطبي وغيره أيضا. وعلى كل حال من أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتب التفسير وغيرها ليجد الفائدة الكبيرة، أي من حيث العلم. لكن بالنسبة إلينا أيها الإخوة الأفاضل، فإن الذي يهمنا هنا من الحمد
أن نعلم مشروعيته وأن نعلم معناه ولمن يوجه هذا الحمد، ثم أن نعلم حكمه أيضا، ويومئ إلى ذلك أو إلى بعضه معنى أل في الحمد. هل أل هنا للاستغراق أم للجنس أم للعهد؟ فحين يقال بالاستغراق أي أنها تشمل كل فرد من أفراد الحمد، بينما إن قيل بالجنس بمعنى الحمد جملة، أو أن هناك أنواعا للحمد كما تقدم الإشارة إليها، وإن قيل هي للعهد قد يراد بها حمد الله عز وجل لنفسه وحمده لأوليائه، أو العهد المراد به الحمد المشروع أي الذي شرعه الله تعالى. وحين يقول العبد الحمد لله ينوي به الحمد الذي شرعه الله تعالى، والفرق بين الاستغراق والجنس كما ذكر الإمام السالمي رحمه الله تعالى أن الاستغراق هو الحكم على الشيء مع النظر إلى كل فرد من أفراده، بينما الجنس هو الحكم على الشيء مع قطع النظر عن كل فرد من أفراده. وقد ناقش الإمام السالمي رحمه الله تعالى قول الزمخشري بأن أل هنا للجنس، مرجحا أن تكون أل للاستغراق. وقد وصف العلامة الخليلي حفظه الله تعالى هذه المناقشة بأنها بحث نفيس، وقد أورد ذلك في شرحه على طلعة الشمس. وكذا في غيره أيضا في معارج الآمال، ولكن اتهم الزمخشري هنا باتهام أنه أراد بقوله أل للجنس الانتصار لمذهبه الفاسد باستقلال العباد في أفعالهم، وأن الإنسان يحمد حمدا حقيقيا. وبعض العلماء دافع عنه وبين أنه لا يلزم من قوله إن الحمد للجنس أن يفسر بمعنى الانتصار لما ذهب إليه في عقيدة الاعتزال. وعلى كل حال هنا إن قيل للعموم هي للعموم، ولكن إن قيل للاستغراق أو للجنس أيضا فعلى كل حال تشمل الأفراد، وينبغي للمرء حين ينطق بالحمد أن يستحضر كل حمد حتى ينال الأجر أكثره بتعدد نياته، وإن خصه بشيء فلا بأس بذلك، لأن الحمد
قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، فقيل الحمد المطلق لأنه يشمل كل نعمة، أو أنه يقال سواء كان في مقابل نعمة أم لا. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأفضل هو الحمد المقيد، لأنه يكون في مقابل نعمة وهو واجب، لأن الشكر على النعمة واجب، والواجب مقدم على النفل. وهذا ما ذهب إليه الإمام نور الدين رحمه الله تعالى في بعض شروحه، لأن حمده كان في مقابل نعمة، كما في هذه الأبيات: الحمد لله منشئ الكائنات على ما شاءها وبلا مثل هناك خلق. فالحمد متعلق بالإنشاء في مقابل هذه النعمة، وكذلك في غيره غاية المراد من المناظيم. والأمر واسع إن شاء الله تعالى. وأما قوله الحمد لله، اللام هنا تحتمل أن تكون للملك أو أن تكون للاستحقاق أو أن تكون للاختصاص. والإمام السالمي رحمه الله تعالى يرى الأولى حملها على الاختصاص، لأنها أنفى للاشتراك، فلا يشارك الله تعالى في هذا الحمد غيره، ويأتي بعد ذلك الاختصاص ثم الملك بعد ذلك. فعين يقال الحمد لله، أي الحمد مملوك لله إن كان بمعنى الملك، أو الحمد لله بمعنى الاستحقاق، أي أن الله تعالى مستحق لهذا الحمد لأنه متصف بجميع المحامد، وهو سبحانه وتعالى أيضا هو المنعم على الخلق. وإن قيل للاختصاص فهذا من خصوصيات الله عز وجل لا يشاركه فيها غيره، فيوجه إليه الحمد وحده سبحانه وتعالى. لكن ينشأ عن هذا مبحث، وهو أن الحمد قد يكون للمخلوق أيضا، وخاصة يظهر هذا بحمل الحمد والشكر على معنى واحد، والإشارة إلى ذلك في بعض آيات القرآن الكريم: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهنا شكر للوالدين، فلا يقال هذا بأنه إشراك بالله عز وجل، فيحمد المخلوق على الخير الذي يفعله. لكن الإمام السالمي رحمه الله تعالى أجاب عن هذا بأن الحمد الحقيقي إنما هو لله عز وجل، لأنه هو الذي خلق هذا العبد، وهو الذي خلق الفعل أي الإحسان الذي قام به، وإن كان هذا الكسب من العبد،
ولكن التوفيق أيضا لهذا العبد في كسبه أيضا هو من الله تعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ثم هو نعمة، والله تعالى يقول أيضا وما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد الحقيقي، بل الحمد كله لله سبحانه وتعالى. ولكن ليس معنى هذا كما تقدم ألا يحمد العبد على المعروف بحيث يتنكر إلى معروفه وإحسانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وكذلك أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في شأن المرأة هذه الصفة الخطيرة، إلا إن كانت تسلحت بسلاح الإيمان فاعترفت بالفضل لأهله. ففي الرواية أنه قال عليه الصلاة والسلام أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، ولكن يكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك غير ذلك لقالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا ما يدل على عدم جواز كفران النعمة من صاحبها، تدل على أي هذه الأدلة على وجوب مقابلة المعروف بمعروف مثله والأكمل بما هو أفضل منه. وهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكافئ المعروف بالمعروف بل بما هو أفضل منه. وقال بأن أحسن الناس من كان أحسن قضاء، فأحسن الناس من قاضى غيره أي جازاه على إحسانه بما هو أفضل منه. وبهذا نتعلم من حيث التوحيد أن الحمد الحقيقي إنما هو لله سبحانه وتعالى، لأنه هو خالق كل شيء ومصرف كل حي. و نتعلم من حيث العمل أيضا أن يحمد بعضنا بعضا، أي أن نثني على بعضنا البعض حين يستحق أحد الثناء بما فيه من صفات الخير والمعروف بالاعتراف له بالفضل فيما هو متصف فيه أو به بالفضل أو بما قام به من إحسان. وهذا كما أشار الإمام أبو مسلم رحمه الله تعالى، وإن كان اللفظ محتملا هل قال الحمد والمدح، وحمد ولي الله عين ولاية، حينما كان يثني على الإمام سالم بن راشد الخروصي رحمه الله تعالى. فالولاية بين المؤمنين تقتضي أن يقدر بعضهم بعضا وأن لا ينتقص بعضهم قدر بعض، فإن هذا دليل المودة والمحبة ودليل تقدير الناس مكانتهم
بحيث ينزلون منازلهم، فلا يساوى بين المؤمن والكافر، بين الصالح والطالح. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وإن كان المرء في ثنائه مأمورا بأن يتجنب الأحكام القاطعة، وخاصة ما يتعلق بأمر الغيب، فحينما يذكر امرؤ ويقال هو مؤمن صالح يتبع ذلك بقول إن شاء الله، أو هذا على ما ظهر لنا، ولا نزكي على الله أحدا، لأن الغيب لله سبحانه وتعالى، على أن هذا الثناء لا ينبغي أن يكون مبالغا فيه أيضا، حتى لا يقع المرء في الثناء على من لا يستحق الثناء، أو في شيء لا يعلمه، لأنه قد يكون من اللغو الذي يحاسب عليه. فكيف إذا كان يثني على أحد ليس أهلا للثناء بل هو أهل للذم؟ إن كان ظالما أو مفسدا أو فاسقا أو كافرا يعلي الثناء عليه وهو لا يستحقه. وهنا يحمل عليه حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احثوا في وجوه المداحين التراب، على أن الثناء ينبغي قدر الإمكان ألا يكون في الوجه، خشية أن يصاب هذا المثنى عليه بالغرور، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن فعل ذلك: لقد ذبحت أخاك بغير سكين. وهذا ما حدث لبعض طلبة العلم حين يستمعون أو يبلغهم ثناء عن بعض العلماء أو الأفاضل، فيؤدي بهم ذلك إلى اغترارهم بأنفسهم وإعجابهم بها، فإذا بهم ينحطون بعد الارتقاء في درجات الصلاح، وإذا بهم ينحرفون بعد الاستقامة، وإذا بهم ينتقلون من الجهل البسيط الذي كانوا عليه إلى الجهل المركب، فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله الثبات على الحق والاستقامة. ثم إننا ينبغي أيها الإخوة الأفاضل أن نكون دائما في جميع أحوالنا على حمد لله سبحانه وتعالى، بحيث لا تفتر قلوبنا ولا ألسنتنا ولا جوارحنا عن ذلك قدر الطاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله تعالى على كل حال، بعد طعامه يقول الحمد لله، وربما يضيف إلى ذلك كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي صلاته حين يرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، وفي بعض الروايات حمدا كثيرا كثيرا أو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وحين يصبح يقول الحمد لله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله إلى آخر الذكر. وحين يمسي يقول كذلك، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله إلى آخر الذكر. وكذا أيضا
حين يأتي بسبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 بعد كل صلاة، فهو يقول الحمد لله، ثم يختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذا عند إرادة النوم يأتي بهذه الأشياء، أي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. وكذا حين يصبح يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وحين يمسي يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. وحتى في بعض الروايات أيضا حين يخرج من الخلاء، وهكذا على كل حال نجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل، سواء كان ذلك بالتسبيح أو بالتحميد أو بالتكبير أو بغير ذلك من الألفاظ. وبالنسبة للتحميد هو كما علمتم أيضا على كل حال، حتى أن بعض أهل العلم يقول بأن الحمد لله عز وجل مأمور به مطلقا، وربما وقع للمرء مصيبة ومع ذلك يقول الحمد لله على كل حال، لأن قدر الله عز وجل لا يكون إلا خيرا، فالحمد لله على هذا القدر، ففعل الله عز وجل لا يكون إلا لحكمة، وهو منزه سبحانه عن العبث أو الظلم، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإن لم يتبين ذلك لبعض العباد، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن المرأة إن ابتلي بمصيبة وقال الحمد لله فإنه لا شك يثني على الله تعالى بما هو أهله، وبالنظر إلى ما حصل له قد يكون نعمة، لأنه قد يكفر له خطاياه إن صبر على تلكم المصيبة، وربما يكفر له خطاياه بمجرد تألمه بتلك المصيبة. ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة إلا كفر الله بها خطاياه، حتى الشوكة، وفي بعض اللفظ حتى الشوكة يشاكها، على أن هذه المصيبة بالنظر إلى مآلها قد تقربه إلى الله عز وجل، فيتوب إلى ربه ويتذكر مولاه ويقدم على طاعته، فتكون عاقبتها خيرا، وهي من باب إذا أحب الله عبدا ابتلاه، أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فلا يلزم أن يكون ذلك سخطا من الله عز وجل، وإنما قد يكون رفعا لدرجة هذا المؤمن عنده سبحانه وتعالى، حين يقوى إيمانه وتثبت عزيمته ويثقل قلبه ويربط جأشه ويكون أهلا لما سيختبر أو سيولى من المسؤوليات التي تليق بمكانه في مستقبل الأيام. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم على كل حال، ألا يفتر لسانه عن قول
الحمد لله، وأن يكون ذلك نابعا من قلبه. فنقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في الأيام القادمة لاستكمال هذه الدروس. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للخير وأن يلهمنا الرشد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.